صباح الخير وأهلا بكم في موجز الأخبار. يلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلمة أمام القمة العربية الإسلامية الأمريكية لعرض رؤية مصر حول مكافحة الإرهاب وقضايا المنطقة. وأوضحت رئاسة الجمهورية أن كلمة السيسي ستركز على صياغة استراتيجية شاملة لمواجهة خطر الإرهاب عبر تكثيف الجهود الدولية لوقف تمويل التنظيمات الإرهابية ومدها بالسلاح والمقاتلين وتوفير الملاذ الآمن لها. كما سيؤكد السيسي على رؤية مصر تجاه حل قضايا المنطقة سلميا مع الحفاظ على المؤسسات الوطنية. وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس رؤية الاستراتيجية المشتركة، وتنص هذه الرؤية على تشكيل مجموعة استراتيجية تشاورية مشتركة تلتقي سنويا لرسم مسار هذه الشراكة وإطلاق مبادرات لمكافحة خطاب التطرف وتعطيل تمويل الإرهاب وتعزيز التعاون الدفاعي، فضلا عن تشكيل هيكل أمني إقليمي موحد وقوي. وتنص الرؤية أيضا على دعوة كل الحكومات الراغبة في السلام للبناء على جهود الرياض وواشنطن. تشهد العاصمة السعودية الرياض اليوم قمتين يشارك بهما العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأولى خليجية أمريكية والثانية عربية إسلامية أمريكية. يذكر أن القمة العربية الإسلامية الأمريكية والتي تأتي في اليوم الثاني من زيارة ترامب للرياض هي الأولى من نوعها، وستبحث القمتان التعاون المشترك مع الولايات المتحدة إضافة إلى محاربة الإرهاب والتطرف وسبل مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة وقضايا أمنية واقتصادية أخرى. يعقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع مجلس المحافظين اليوم للمتابعة التنفيذية لملف التعدي على الأراضي. كان مجلس المحافظين قد استعرض خلال الاجتماع الماضي مجموعة من الموضوعات من بينها خطة تنمية قناة السويس ووضع خطة تنفيذية لحصر الأراضي المتعدى عليها. تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم حكم في 36 دعوى لإسقاط الجنسية عن عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية. يأتي على رأس قائمة قادة الجماعات الإرهابية التي تطالب الدعوى بإسقاط جنسياتهم كل من يوسف القرضاوي، عصام الحداد، عاصم عبد الماجد، محمد عبد المقصود، أحمد عبد العاطي، صلاح عبد المقصود، محمود غزلان ويحيى حامد. على رأس الساعة تتجدد الأخبار.